حفاظا على الأرواح مشينا بالقيادة الربانية، قال أعدوا لهم ما استطعتم. فإحنا في التسع شهور دي أعدينا. لما نتكلم مع الجيش بنتكلم كقوة موازية داعمة للقوات المسلحة، حاضنة سياسية وشعبية للقوات المسلحة، وكلاش بكلاش مع القوات المسلحة. حسي بعد تسع شهور بتتكلم عن أكبر ولاية فيها مستنفرين، يبقى المواطن حاسس بالمسؤولية. يعني لحد المرحلة دي، لحد قبل 10 يوم لما القائد العام القوات المسلحة زار الفرقة الأولى، اتكلم مع الجيش قال لهم انتوا تجهيزكم واعدادكم ما لهم خوض معارك، ولكن احنا جينا شفنا ثباتكم ده في التسع شهور دي، فاي حاجه ناقصاكم احنا حنكمل لكم. طلع برا اتكلم مع المواطنين، واحد من المواطنين بلسان اهل ولايه الجزيره قال له يا سيد القائد العام احنا عندنا 41 الف مقاتل جاهزين تحت امر القوات المسلحه. يبقى هنا الوضع مطمن ولا لا؟ لما تيجي تشوف حجم العدو بتلقى انه الان الواقفين برا مدني 30 تاتشر من الدعم السريع. يعني انت من امبارح للمغرب بتترفع اعداد خرافيه للدعم السريع، انهم 300 في رفاعه، 150 تاتشر متحركه في شرق النيل جايه دعم. حسي الموجودات ديل 30 تاتشر. الخلايا النايمه جوا مدني هي هاجمت بعض البيوت وبدت تنهب من امبارح وتسرق، دي خلايا نايمه، دي مسؤوليه الثلاثة مليون مواطن اللي قاعدين في مدني. كنا بنوجه في رساله انه الوالي بتاعكم ده يا اخواننا خلوه قاعد وافرضوا عليه رايكم. اطلعوا للوالي قول له يا اخي احنا دارينك تامن لنا، ما في زول داير يتحرك. يعني انت حسي كنت في التسع شهور خدت لك قروش بالجنبة حقت الهروب، اول من سمعت الدانة الاولى الفكات دعم السريع سكت اولادك وطلعت. حسي الشوارع ما شايلاكم، المخارج بتاعت الهروب ما شايلاكم، كانت بسيطة المجموعة بتاعتكم دي، لو مشت منها 100 نفر مبنى الولاية في التسع شهور كل يوم تمشوا له، سيد الوالي عمل لنا ارتكاز متقدم، سيد الوالي احفر لنا خندق هنا، سيد الوالي يا اخي والله شفنا خلية شاكين فيها، المدرسة الفلانية دي فيها ناس شكلهم غريب. انت كنت عملت حاجة. يعني حسي احنا قبل تسع شهور انا ما بلوم مواطن، بحمل المسؤولية للقوات المسلحة والاجهزة الامنية بس، لكن لما نجي اقيس انه والله في 17 دولة بتهاجم في السودان، 8 دول افريقية بترسل مقاتلين كل يوم، بشوف امداد و تجهيزات وزخائر وسلاح بتيجي للدعم السريع عن طريق الغرب وعن طريق الشرق وعن طريق الشمال وعن طريق التهريب، بتصلهم في حتتهم بل اكل حقها. انا بقول انه والله الجيش براه ما بيكفي، احنا لازم نقيف مع الجيش ونكون جنود ونكمل الجيش الناقص. دي ما فيها 2 3 التمرحل بتاع انه المواطن ما يطالب بحقه وشايف انه الخطر جايه وهو ردة فعله ما بالمستوى ده، يعني ما معناه انك قدمت 41 الف مقاتل في الجزيرة لتعداد سكان 3 مليون دي ولا حاجة، مفروض تكون اكتر، ومفروض حسي انت تكون مطمئن انه عندك 41 الف مقاتل، الناس دي يطلعوا يقفلوا المداخل والمخارج. اتكلمنا في الحاجة دي، ما الذي يمنع؟ يعني البرهان مادة تعليمات للقوات المسلحة، انا فاهم في شنو اللي بيمنع انه ال 41 الف ساكن مواطن من اولاد الجزيره مدرب جاهز يمشي يشيل سلاحه ويمشي يقيف من ام ولمس لحد الليله يطلع يحمي الثغور بتاعته ويحمي المداخل والمخارج. انا دار عذر شرعي، دار زول حجه منطقيه، البرهان ماده تعليمات ايوه، وما رسل لنا جيش صحيح، والبرهان ما سلح الحاميه، متفق معك كله صح، انت مالك ما عملتها. يعني انت كنت جاهز مستعد وعارف الخطر جاي وعارف انك انت حمولة حقت ولايتين، يعني انت ده ما تعداد سكان ولاية الجزيرة، انت معاك ولاية الخرطوم فيها 11 مليون مواطن طلع، انت شايل منهم فوق الثلاثة مليون، بينك وبين الولاية اللي ماشيها سنار ولا القضارف ساعة، يعني شنو التاتشر ده ما حيصل في سنار؟
هتبقوا انت ولاية الخرطوم وولاية سنار كلكم قاعدين في حتة الليلة كلكم حبيتوا في سنارة والقضارف. الدعم السريع بكرة هيحصلكم. انت هارب ماشي وين؟ الفكرة بتاعت انت هارب هارب ماشي وين؟ ولو وجودك كنت أسي قاعد من أمس مشيته موكب أو مجموعة إدارة أهلية مشيته الحامية العسكرية، طلبنا منكم 50 نفر، 50 نفر من أحياء مدني دي طلعوا 50 نفر، أمشوا أقيفوا قدام الحامية أسألوا المشكلة بتاعت الجيش شنو؟ الخطة بتاعتنا قلنا الجيش يطلع 30 كيلو من ولاية من مدينة مدني، 30 كيلو من ولاية الجزيرة، أول دفاعات هناك دي اللي يواجهوا الدعم السريع، 30 كيلو ما يبقى الموضوع المدخل الأخير اللي هو الكوبري، خطيت حاوي ولا خطيت زنكي ما بيجدوا عادي يعني. لأن صلحنا مرحلة إنه مرحلة خطة القتال حقتنا تكون إنه إحنا نحتمي بالمدينة والحامية.